في اليوم الاول لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه تواجد امني كبير حضور للمستشارين وللصحفيين وغياب للمرشحين او من يمثلونهم. لم يتقدم احد واللجنه مستمره ان شاء الله لغايه يوم 14/10 في استقبال كل من يرغب في تقديم طلب الترشح. الأيام الماضية شهدت إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية بعد حصوله على التوكيلات المطلوبة بالإضافة إلى تزكية أغلب أعضاء البرلمان من الأحزاب المؤيدة. رؤساء أحزاب الوفد والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي أعلنوا نجاحهم في الحصول على التزكية المطلوبة من أعضاء البرلمان لخوض السباق الرئاسي. فيما تستمر محاولات النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل للحصول على التوكيلات من المواطنين. التيار المدني الذي يضم 12 حزبا معارضا عبر عن انتقاداته بسبب المضايقات التي تعرض لها بعض أنصار المرشحين المعارضين. مقابل كل الوعود اللي احنا سمعناها عن انه هو هيكون في انتخابات حره ونزيهه ومتكافئه اللي بيحدث على الارض هو ما يشبه من يعني محاوله مسبقه لجعل عمليه اصدار التوكيلات مستحيله طبعا الاستاذ احمد طنطاوي يعني اعتقد حملته اوردت الكثير من الفيديوهات الخاصه بتلك الانتهاكات تعدد اسماء المرشحين المحتملين وتنوع مرجعياتهم السياسيه والاقتصاديه قد يكونا دافعا لنزول المصريين الى صناديق الاقتراع. اتصور ان الانتخابات ستختلف عن المره السابقه، ستختلف من حيث المشاركه، ستختلف من حيث الحضور والتفاعل السياسي، ايضا اتصور ان سيكون هناك انفتاح الشارع المصري بدا مهتما بتطورات المشهد الرئاسي ومفضلا انتظار الكشوف النهائيه للمرشحين والتعرف على برامجهم لا سيما فيما يتعلق بالازمه الاقتصاديه انا بطلب من الرئيس القادم ان يظبط لنا الاسعار الاسعار الجايه والغله والحاجه ويظبط لنا الاقتصاد بتاع مصر أه، ايا كان هو ايه الرئيس القادم أه... القوى المدنيه او الرئيس الحالي اللي هيكمل معنا الملف الاقتصادي وحتى يوم الرابع عشر من شهر اكتوبر الجاري ستبقى الانظار متجهه الى هذه القاعه للتعرف على هويه المرشحين المحتملين للرئاسه وبعدها بايام سيتم الاعلان عن من تم قبول اوراقه ومن تم رفضها ليبدا بعدها فصلا جديدا من فصول سباق الرئاسه في مصر احمد عثمان العربيه القاهره